لابد لأي زيارة إلى إيطاليا أن ترتبط بالباستا وببرادا وأيضا بالجيلاتو، إلا أن سر صناعة هذه المثلجات لطالما كان حكرا على عائلات تتوارث الوصفة فيما بينها حتى الآن. أجل، هذه جامعة جيلاتو. كأي فصل جامعي يبدأ الدرس بمحاضرة. يكتسب الطلاب معلومات عن كمية الماء والسكر في الجيلاتو بالإضافة إلى المواد الكيماوية فيها. 6000 طالب سنويا يتخرجون من الجامعة، معظمهم يبحث عن مهنة جديدة. إنه أمر ممتع وقد يفيد لفتح عمل آخر، وربما أؤسس يوما ما مصنعا خاصا لا أحد يعلم. هكذا يستكمل الدرس. ساعتان من التحضير بعد المحاضرة، كل خطوة تتبع لمراقبة دقيقة. نتأكد الآن من كمية السكر في الجيلاتو. الأواني والأدوات الخاصة تساعد الطلاب على التحول إلى خبراء في المهنة. شهادة توجه كثيرين من الطلاب إلى مهنة جديدة.